السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير، اموركم كلها على خير ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد اللي ما كانش في الحسبان. كنا دايرين لايف ولكن ما غاديش توضح لكم الصوره، قلنا نديروا لكم فيديو. حمقني يا خديجه هاد السيفر هاد ديال الكريب حطيته قدامي دابا مع الديجيتال جواعر. مهم، هذا فيديو ان شاء الله ديال سولد خطير جدا. مرحبا خديجه. البنات في المحل فاطمه عجبها السولد، بقات تقول انا غناخد. المهم دابا راه صورنا لكم الفيديو وقلنا غير نديروا لكم مقدمه. وصل السولد حتى ل 70 درهم ناقصه، يعني السولد 80 درهم ليكيداسيون توتال، يعني في المحل كامل الروميه البنات ناقصه فيه خديجه 60 درهم. ياك خديجه الرومي ناقصه فيه 60 درهم، الكميات المفتوحين ناقصين فيهم 50 درهم 60 درهم 40 درهم 30 يعني اثمنه خياليه. تقدروا تاخذوا تريكو ب 100 درهم 100 يعني كاع داكشي الحوايج اللي مازال غيتلبسوا دابا، يعني حوايج الربيع وحوايج البرد. استغلوا الفرصه خصوصا الناس اللي كيتقداو في الصيف وكيديو حوايج بزاف، اتقداو دابا يعني داكشي اللي غادي ينفعكم من بعد باش ما تخسروش الفلوس بزاف في الصيف. يلا البنات خليتكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. نعاودوها ثاني، المحل موجود بمدينه سنة والعنوان في اخر الفيديو. وما تنساوش تسكرينيو البنات باش تربحوا ان شاء الله معنا في المسابقات الجايه. مرحبا بكم. البيجامات اللي فيهم السولد هذه اللي بالبانطوفه، هذه تليق لخديجه، هذه اللي تليق لخديجه ماشي البيجامه، هذه البانطوفه. المهم هذه البنات كانت 260 درهم، ناقصين فيها اليوم 60 درهم 200 درهم. هذه 4 بياس، 4 بياس بالبانطوفه، 4 ديال لي بياس والسروال والبودي والبينوار. شحال باش كانت؟ 260. دابا كانت ب 5200، دابا 200 درهم. 200 درهم دابا البنات. خديجه كدقدق معاكم في هذا الفيديو. في الصومو باقا في الباج وحده، وباقا وحده في الكاشيري، وباقا وحده في الكوغاي ديالها، يعني بياسه اللي باقا فيهم. الثمن ديالها 200 درهم. بالنسبه للي طاي، طاي كاينين على حساب، بحال هذه فيها اكس ال، فهمتي كل وحده شنو فيها. ها كنجوا هذه فيها اكس ال، رديها ديك الساعات غتصيفطوا لخديجه وغتقول لكم، صيفطوا لي لا طاي ديالكم ونعطيكم. هذه ال، شنو بغا ال، وهذه ال. شنو هو؟ ها وكاينه هذه، هادي حسنا حتى هي بقات فيها حبه. طاي ال وباقا يمكن شي وحده اخرى، ياك ال بجوج بهم، ال بجوج بهم في ال، ولكن راه وافيين، راه وافيين. مبرا ديالها رقيقه، قاسي مبرا، راه مبرا رقيقه يعني ديال هاد الوقيته، راه مازال تلبسوها. هادي حتى السروال والفوقاني حتى هو مبرا، ديك كشمير رقيقه. الثمن ديالها 230، دابا 170 درهم. كانت 230، كندقدق معاكم البنات 170 درهم، 3400. خصنا حتى هي 60 درهم. هذه البنات تدير 210، بقات فيها بياسه حتى هي 150 درهم. 60 درهم البنات كنحيدوا لكم مدقدقين في هذه الاسمنه. 60 درهم يلاه. 60 درهم. كاينه هذه، هذه باقي فيها هذا الغوز وباقي فيها الكاشير، هذو باقيين شي خمسه الحبات، وكاين هذا الكاشيري وكاين الصومو اللي عند نجوى، اري غنوريهم بينوار. كاين هذا الغوز وكاين الكاشيري وكاين هذا اللون اللي عند نجوى. هذا مفركس، هذا بحال ديال الخريج. فنين هادو باقيين فيهم شي 4 ولا 5 د الحبات، كانوا 5000 ريال حتى هما 200 درهم. كانوا 5000 دابا 200 درهم. 200 درهم. كاينه هذا حسنه، هذه بقات وحده في المارو، وحده البنات، وطاي كبيره، والسروال شوفوه كي داير. الثمن ديال هذه 160 درهم، دابا 130 درهم. 130 درهم. 130 باقي فيها المارو الكري، وحده وحده، يلا اللي زربت سكرينيا. المارو الكري. المارو الكري. 130 درهم. هاد الكرونه حتى هي. الكرونه طاي كبيره، بقات حبه وحده دوبل اكس ال، بياسه وحده، شوفوا السروال قداش. بياسه وحده دوبل كانت 180، 150، 140، يلا راني ما بغيتش 140 يلا زيد صراحه. والمبره الغزاله البنات، المبره اللي صبني وردي ما تخافيش منها. كاينه هذه، هذه بصراحه بقاو فيها. هذه باقا، هذه في الصراحه راه ديال الربيع ولكن غندوزها لكم انا في اللايف. هاد البيجامه ديال الربيع، ديال دابا رقيقه، ديك المبره رقيقه ديال الربيع. اييه وبنت لي خديجه عريضه، هذه كرون طاي واقيلا، كرون طاي كانت 160 130، يلا 130 2600 2600 راس مال غنخويو دابا صافي سير. ها انتوما كاين هاد الغوز، كاين الكري، كاين الباج، كاين بوردو، بوردو سروال بن بلو مارين، وكاين الغوز بيبي، وكاين هذا السروال بالنواخ.
130 من 160 130 كاملين 130 130 درهم صراحه اثمنه خياليه. بالنسبه لهادي اللي كانت دارت واحد الضجه وجبتي ستوك وعاودتي ستوك ثاني هادي بقات غير بياسه بياسه وحده هادي كانت 250 ياك 180 درهم 180 حبه وحده شحال كانت 250 دابا 180 ناقص 70 درهم قولي 70 درهم واقيلا كثر 70 درهم يلا غير اللي ما بغاش يشري غير سربي هو البنات سربي يلا عندكم سولد السبت والحد البنات بقات بياسه سولد غير الويكاند الا جيتوا الاثنين غتلقاو كلشي مجموع في الميديوم كانت 130 90 درهم 90 درهم 90 درهم بياسه وحده 90 درهم بياسه وحده صراحه اثمنه بقات جوج بياسات في الال وحده في الكاشير وحده في الصومو 130 90 درهم هاد الحب جوج حبات اللي كاينين 90 درهم هادو الى قلت البنوته حتى البنات اللي كيكونوا موايان ها نتوما عطيني الاخرى هادي 70 درهم 130 70 درهم قفي غير الال يلا غير اللي ما بغاش حبات هي باقين فيها غير اللي ما بغاش ياخذ هادو راه ممكن يعطيهم تصحب الجمله ويعاودوا فيهم البيع يعاودوا فيهم البيع اللي بغات تقدا هادشي وتعاودوا تعاود فيهم البيع وتربح فيهم 10 بياسه وحده كي كدير خديجه كتربح هي 10 درهم ولا 20 درهم وبيعها الكونتيتي هانتوما بياسه وحده 130 100 درهم 100 درهم 100 درهم هادي هادو اللي عند نجوى كانوا 150 هادو ديال بنوتات ياك عند بنتي جوج 15 عام 14 فيهم الاس والام يلبسوهم البنات ديال 14 عام 15 عام هادو كانوا 150 100 درهم ها هما 100 درهم 150 دابا ولاو 100 درهم ناقص 50 درهم واو شوفي داك البيساج هادي بقات حبه البنات كانت 130 بياسه وحده قلبتيها ولا شنو لا سروالة وهادي حتى هي حبه كانت 130 100 درهم 100 درهم هادو 100 درهم غير اللي ما بغاش ويكاند البنات الويكاند عندكم السبت والحد ما كايناش السبه الدراري ما كايناش المدرسه عطله قريبه جيت تكسر اللي بغى يتقدى حتى بالنسبه للناس اللي كيسافروا في الصيف كيديو لعائلتهم هذه هي الفرصه البنات هذه هي الفرصه تاخذوا من دروك هادي كانت 140 100 درهم فيها الحبه حبه 100 درهم هادي كنت خديت منها انا وحده زوينه 100 درهم كانت 140 درهم بقات بياسه شحال دابا دايره 100 درهم فيها حبه وحده 100 درهم في الغوز هاي 100 درهم البنات من 140 دابا 100 درهم راكم عارفين في الصيف كيكون كلشي غالي والترونسبور مقصو عليكم الترونسبور مبره رقيقه ديال الربيع لا ديال الربيع باينه رقيقه المبره انا بعض المرات مبره تلبسها العام كله اللي كتكون رقيقه هادي شحال كانت 150 هادي كانت 150 ديري لها 120 فيها حبه كونطا هادي حبه وحده هادي بالنسبه لهادو 140 هادو الجبادورات الكونطا الناس اللي غلاضات غلاضات كاينين هاد الجوج اللي بقاو الرشيقات الرشيقات المهم غتكون باقيين ثلاثه في الستوك هادو ثلاثه الحبات في الستوك من 140 درهم 110 دراهم من 140 درهم ل 110 درهم الجبادورات عرفتي غنوريكم السرواله باش تعرفوا علاش كنهضر لي غون طاي غون 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 هانتوما البنات هادي راه ماشي غون 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 بزاف كبيره حقرت عليها هاد الجمعه شحال هادي ما قلناش حيت شحال هادي ما جابتش غون 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 سي باش اها والله الا هكا 2200 من شحال كانوا كانوا غاليين 140 140 بزاف دابا دابا شحال غتدي بقاو ثلاثه د الحبات فاطمه قولي لها دابا انا بغيت نديهم ليها يلا فاطمه بدات هو فاطمه باغا تخرج الساعه قبل ما تجي شوفوا البنات كاين هادي 3 بياس 4 بياس بلي جومبي بقات وحده في الكري والبلو مارين بقات وحده في البلو مارين انا بغيت نسمع الثمن الصراحه بقات وحده في الخضر مع البلو مارين هادو كانوا 4600 شنو قلتي مليش هذا 4600 ياك ديري لها 170 درهم يلا مهرسين 3400 البنات هادو تخواب بي 4 بياس 4 بياس يلا اها زيده كاينه هادي ديال بالكاشيري وكاينه في الابيض هادو راه بياسه بياسه بقات كاينه في الموطاغ هادو فيهم طاي الو اكس ال الو اكس ال كاينه الكري كاين البوردو وكاين البلو مارين احسن وكاين البلو مارين كانوا 180 140 كانوا ب 180 دابا 140 درهم 140 درهم وكاين هذا الموديل هذا خديجه حتى هو كان 180 دابا 140 في هذا البوردو في الكاشيري وفي الصوم وفي الصوم ما هو وهذه النحله هذه سميتو هذه النمر كانت 150 120 درهم بقات بياسه هذه فيها بياسه 120 هذه بالصدايف واو مبره ديالها غزاله صراحه مبره كلها زوينه وهذه ديال لي جومبي هاي هي نجرب هذه بياس بيجامه الحزينه بياس كلهم ال
كلهم طايئه الكاتر بياس بلي جومبي وبالكولون والبودي والجيلي قاص في الغوز جوج وحده في الخضر جوج في الخضر وجوج في الغوز كانوا 250 دابا 200 درهم كانوا ب 250 دابا 200 درهم باش ندوزو هاد البيجامه اللي عندنا البنات دابا حاليا نخرجوا برا نوريهم واحد البيجامات البيجامه صافي نوريهم هادو مدكدك فيهم كيتموت شنو البيجامات ما تقدر نوريهم شي حاجه هنا هذا البنات هذا فيه جوج حبات هذا هو غنجمعوه بقاو جوج بياسات كان 160 120 كان 160 دابا 120 شنو هما هادو بينوار بالحزام بينوار بالحزام فيه ماشي داك وباقي فيه الخضر ها باقي فيه الخضر 50 درهم اللي بغاها 50 درهم بياسه وحده 50 درهم اللي باغا ياخذها البنت ولا هذا بينوار هادي بيجامه بحال اللي عندي بالبانطوفه اختي خلينا عافاك نبيعوا للناس ديالنا خليها 50 درهم فاطمه اللي معنا في الحانوت باغا تقدم الصولد شوفوا باش تعرفوا الهمزه حتى البنات اللي خدامين معايا باغيين ياخذوا من الصولد شانيل وريها 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 البيجامه غادي تفضحنا هاي خليها صافي مشات هذيك البنات راه مشات هادي ديال باقا عندنا وحده في الكري وحده في البلوسيال وحده في الغوز هذه البانطوفات انا واخداها البنات فنا كانت 180 130 130 130 البنات اثمنه مناسبه مهم البنات راه كاين السولد جو راه تقدروا تكتشفوا حوايج اخرين ما صورناهمش هذه بقات فيها بياسه كانت 5000 ريال 180 واش ب 3000 600 من 5000 ريال 3600 فيها بياسه قلبتيني انا كنت خديتها ب 5000 اش هاد الشيء دابا هادي دابا شوفوا ما كنرجعش فلوسي حسنا فهمتي اللهم شي حاجه قلينا نرجعوها صافي برا باش تجيبي حاجه جديده جيبوا حاجه اخرى واخا دابا راه كاينه كورونا ما عندي ستوك فين نحط راك شتي انت جاب الله تقدم قبخ كورونا زيدي ها انتم كاينه هاد البوردو هادي بقات فيها حبه كانت 4600 حتى هي 180 درهم 180 3 بياس دابا هادي غادي تلبسوها في الربيع حيدوا البينوار البنات حيدوا هاد البينوار ولبسوا غير البيجامه بوحده وفي البرد لبسوا بينوار المبره ما تخافوش منها صبنوا وعاودوا ما كيوقع عليها حتى شي حاجه عليكم السلام الى هذه بقات حبه كانت ب 130 ايه 80 درهم 3 بياس بلي جومبي بالكولون ب 1600 1600 فيها بياس 4 بياس بياسه بياسه وحده هذه كانت هي ب 4600 ها هي بقات حبه وحده 170 درهم 170 درهم حبه وحده اللي باقي بالنسبه للبينوار هذا وريناه وريناه جوج دابا وريتوش هذا ايوا هذا الضيف اللي بغى ياخذ المهمته ويخليه ها انتما كاين هاد الشيبي وكاين هاد بلونكاسي وكاين الغوص هادو كانوا 160 100 درهم 100 درهم من 160 100 درهم ل 100 درهم دودون باقي هذا كان 7600 دابا 6000 ريال وكاين هذا وكاين هذا هادو غون طاي صحاب غون 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 طاي غون 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 من الدوبل والطروا هما اللي كاينين كان 380 درهم دابا كنقول لكم 300 درهم نقصنا 1600 نقصتي 1600 هذا حتى هو كان 6600 كانوا 6600 5000 ريال كانوا 6600 جوج حبات 5000 ريال هذا مونطو اها بالنسبه للبيجامات الوليدات هادي 120 درهم كانت 150 عندنا لي طاي وكاين واحد البيجامات اخرين بالنسبه للبيجامات البنات غير اجيو البنات فيهم صولد بيجامات البنات البنات راه فيهم صولد واخا ما وريناهم كاينين حيت غير ديك الزرقاء ياك تجي ما داخلاش معايا الله يجزاك هادي ها هي بقات فيها حبه ها هي كانت 200 درهم 140 شحال دايره هادي كانت 200 200 درهم دابا 140 2800 140 درهم ناقصه 1200 اللي ناقصه البنات يعني باش تعرفوا كنقول لكم صول صولد حقيقي ماشي مزور ما كنهضروا حنا ماشي داك الصولد ديال 10 دراهم ماشي داك الصولد ديال 10 دراهم هاي ها اللون الثاني 200 درهم 140 درهم 140 البنات 140 البنات الصراحه اثمنه خيال اللي دايره شي صندوقه تفرقعها اللي دايره شي صندوقه تجي هانتوما هادي 200 درهم 140 درهم 140 درهم البنات اثمنه خياليه 140 درهم كنقول لكم غير هذا الموديل هادو حتى هما 200 درهم بلوغوا ديالها وديال دابا ضربيع قيسي الثوب هادي حسنا هانتوما 200 درهم هادي ثوب ربيعي
هذا ثوب ربيعي البنات لبسوها دابا. 140 وكاين فيها هذا اللون 140 200 140 وفيها المطاط 140 درهم 140 درهم. نحط هادو نزفتي نعيتي سيري ها انتوما هذه كانت 200 درهم ها هي فيها الخضر بقات وحده والبلومارين وحده. هذه هذا الشيء كاع اللي وراتكم راه تقريبا كاينه غير بياسه بياسه البنات يعني هذه حتى هي بياسه وهذه حتى هي بياسه. شحال باش كانوا 200 درهم دابا بشحال 150 150 درهم البنات هذا الموديل هذا 150 درهم ولكن الجلال برا رقاق البنات شوفي قيسي الثوب راه ماشي تقولوا فات عليهم الحاله ديال لا هادو ديال ربيع البنات هادو ماشي البنات. ماشي دوك البيجام اللي كيكونوا غلاظ بزاف هانت هادي راه دوبل هادو كلهم 200 درهم دابا 150 درهم 150 درهم هانت كاينه هادي حسنه حتى هي هادي كتجي في اللبسه واعره اللي فيها لي غايي هادو بقاو جوج حبات حتى هما ثلاثه جوج في الغوز جوج في الغوز وحده في البوغ كانت 200 درهم حتى هي 150 150 البنات كاينين البنات جلابات سبور راه كاينين بعض الحوايج ما غاديش نبينوهم البنات المهم نتوما غير جيو جيو ضربوا دويره وغتلقاو اللي هادي كانت 170 130 130 درهم فيها الكريم مغلوق وفيها النوار كانت 170 130 2600 النواغ والصومو وفيها الصومو البنات راه كاينين هنا مع خديجه دار راه يديها ما نقدروش نشدوا لكم كلشي العصري بالنسبه خديجه لكاع العصري اللي عندك تريكويات ولي بوليرو ناقص اش كاين ناقصين فيهم 50 درهم 60 درهم 40 درهم معاد الجديد اللي صورنا هذا الاسبوع ها نتوما البنات المهم تجيو وتقلبوا ناقص 60 درهم البنات يعني اثمنه مناسبه جدا بنات كديرين لاباس عليكم نتمنىكم تكونوا بخير غادي نوريكم العنوان عند خديجه اللي كتبيع الحوايج الحوايج والمانطو كلشي ياكل معلو كلشي غادي نوريكم هنا هذا الطريق ديال اللي كتطلع من الولجه ومن الطريق مرجان غوتي شويه خديجه هي احنا غندورو دابا على ليستيه والمحكمه على ليستيه والمحكمه ها هي المحكمه ديال حي السلام باش نعاود ناكد هي ديال حي السلام هي هذه كنمشيو مع هذا الشارع نيشان كنمشيو مع هذا الشارع نيشان حتى للشاطو راه الشاطو كيبان لكم المحكمه راه حداها العماله راه هي عماله سلام هي صافي غنبقاو نيشان حتى للشاطو حتى نوصلوا للبوسطه غنبقاو نيشان حتى للشاطو حدا السطوب ونرجع معاكم باقي بقينا غادي نطول في داك الشارع ديال العماله وديال المحكمه دابا راه وصلنا للشاطو قربنا للشاطو هذا هو الشاطو غتبقاو ديما شوفوا غير اليمين ديالكم شوفوا غير اليمين وديريك نيشان غير اليمين غادي نوصلوا دابا قربنا نوصلوا للبوسطه اها غادي ندورو عليها ملي غنوصلوا ان شاء الله المهم سيروا ديريكت تبقاو نيشان احنا البنات وصلنا للشاطو كاين ستوب ياك خديجه كاين تما ستوب ستوب علاش غيدورو على اليمين ياك انتي هاهي صيدليه كاين هاد الصيدليه هاهي باقي حنا في اليمين ديالنا ما بدلناش الطريق هاهي الصيدليه المهم الشاطو راه معروف اندالوس هاهي صرف العملات هاهي غتبان لينا دابا البوسطه كاين صرف العملات كاين هاد ستوب هذا اللي معروف راه ديجا هو في صورت لكم العنوان الاول مصرف المغرب هاهي على اليسار هاهي حنا غنبقاو في اليمين حنا غنبقاو في اليمين وكنأكد حنا في مدينه سلا مدينة سلام حي سلام حي سلام دابا ها هو ستوب تحرك هاي دابا غتبان لكم البريد البريد بنك المهم هما مزادين كاين البنك شعبي عاد البريد بنك عاد التجاري وفا بنك يعني ثلاثة البنكات مزادين هانتوما ها هو البنك الشعبي ها هو البريد بنك هو البوليسي هو البوليسي ها التجاري ها هو التجاري وفا بنك ها هو صافي كنطلعوا مع الشارع اللي كيطلع كنطلعوا مع الشارع اليمن اللي كيطلع لاباز اللي كيطلع لاباز هانتوما كاين هنا سبيطارة الحومة اللي صحة الحومة غنلقاو على اليمن غنلقاو على اليمن هذا راه سبيطارة الحومة زوم عليك ها هو الزنقة الأولى لا الزنقة الأولى لا هاد الزنقة ما تدوروش معاها غندورو مع الثانية غندورو مع الزنقة الثانية هي هادي هاهي راه هي فيها مدرسة أبي بكر كندورو مع هنا هاهي صافي غنمشيو نيشان دابا كنمشيو نيشان هاد الشارع بالضبط حانوت جا فهاد الشارع طبيعة الحال ما نساوش الفرع الأول اللي هو الأم كاين في الزنقة ديال أسماك البهجة
بلاتي يا حياه نوقفوا هنا. ها هو الفرع الاول كيف كتعرفوا كاين، كتمشيو ديريكت على اليسار، كتمشيو على اليسار وكتدورو. وها هو الثاني، ها هو يا رضال، زومي على رضال اختي. ها هي رضال، وقفي هادي وسط حياه. ها رضال، ها هي رضال، ودوري على اليسار. وها هو الفرع الثاني ديال خديجه، هو هذا راه حدا اسماك البهجه، وحده مولات المواعي. وحده مولات المواعي، ها هي رضال. انفاس معايا، ها هي رضال. اللي جات توقف في الباركينغ غير توقف، غادي نشير لها من اللي عندهم طوموبيل يوقفوا غير هنايا. وراه هي خديجه فين كاينه يعني على اليسار مقابله مع رضال مباشره. هبطي وشديها من اللي هبطي.